عرفني البداية بتاعتك كانت ازاي، ودخلت فكرة اللعبة هنا في مصر ازاي والكلام ده كله؟ البداية كانت بعد انتشار صورة الشلباز الشهيرة في فرحة صعود مصر لنهائيات كأس العالم في 2017، وكانت البداية والانطلاقة والشرارة زي ما بيقولوا لبداية فكرة. أنا شفت فيديو لنهائي أمم أوروبا بين تركيا وإنجلترا للساق الواحدة، وحبيت أتكلم عن الفكرة وأقول إن لينا لعبة رسمية، لها كأس عالم، لها كأس أمم أفريقية، لها شامبيونز ليج لدوري الأبطال للأندية، بس اللعبة ما كانتش موجودة في مصر. بدأت أول ايفنت بتسع لعيبة، تطرقنا بعد كده 15-20، كله زي ما انت عارف كرة القدم اللعبة الأشهر في العالم، الشعب المصري كله بيحب كرة القدم، العالم كله بيعشق كرة القدم. فالناس تفاعلت معايا بعد المبادرة اللي أنشأتها على الفيسبوك، وعملت أول ايفنت، وبعد كده تطرقنا ان احنا بقينا 160 لاعب من جميع محافظات مصر بيجوا عشان حب كرة القدم. كلمني اكتر على الصعوبات، انا مقتنع ان البداية دايما صعبة، مفيش سهل، فكلمني اكتر على البداية كانت صعبة ازاي، وايه الصعوبات اللي انت واجهتها؟ عايز اقول لك ان مفيش حاجه فعلا من غير صعوبات، صعوبات كتير قابلتنا، ان احنا كنا بنتحمل تكاليف التمارين، واحنا اللي بنأجر الملاعب، واحنا اللي بنيجي من يعني اللعيبه بتيجي من اخر محافظات مصر عشان عندهم حلو، عندهم هدف، ما كانش فيه امكانيات. لكن دلوقتي مشكورا للدكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه موفر لنا بعض الامكانيات، وان شاء الله يبقى عندنا دوري قوي. احنا الفكره كلها ان دايما الازمات او الصعوبات بتبقى حافز لينا، احنا ابطال الاراده ما بنبصش للاعاقه على قد ما بنبص انها حافز او هبه ربانيه من عند ربنا، ان انت تشتغل على نفسك تبقى ناجح، ما تبصش للاعاقه، تركز تبقى عندك هدف، عندك حلم، وربنا هو اللي بيكرمك في الاخر. يعني شاركنا في اول بطوله كانت في تنزانيا، بطوله الامم الافريقيه، فطبعا كان بدعم الدكتور اشرف صبحي، احنا بنشكره جدا يعني بصراحه على المجهود اللي عمله، وبنشكر اللجنه البرلمانيه الدكتور حسام مصطفى والدؤوب، يعني بصراحه اللي شعله النشاط الكابتن عماد رمضان اللي مش مخلي عنده اي حاجه خالص بصراحه، يعني الراجل ده بيشتغل شغل جبار يعني بامانه. طبعا انا بتمنى من الانديه وبطالب الانديه ان تدعم المنتخب بان احنا نعمل انديه كتير، يعني انا عايز الاهلي واهلي زمالك مقاولين انبي جميع انديه مصر تعمل فرق، احنا عايزين دوري، يعني احنا مش اقل من تركيا، تركيا فيها ثلاث اقسام يعني ممتاز ممتاز به ودرجه اولى، فاحنا مش اقل منهم، يعني احنا الحمد لله ولادنا كويسين ورحنا عملنا نتائج كويسة في تنزانيا، ولكن احنا محتاجين نوسع القاعدة شوية. عرفنا كابتن على المعدل التدريبي للعيبة، هل بيبقى نفس المعدل التدريبي للعيبة العادية ولا بيبقى فيه اختلاف؟ احنا بنزود المعدل على مساحة زمن المباراة، احنا المباراة بتاعتنا بتبقى 50 دقيقة، فاحنا بنعمل الوحدة التدريبية حوالي 90 دقيقة أو 100 دقيقة علشان يبقى فيه قوة تحمل ان الولد يستحمل اكتر من 50 دقيقة. طيب واللي بيبقى فيه صعوبات مع اللاعب المبتدئ ولا بيبقى داخل بحماس اكتر بان هو عايز يعمل حاجة وعايز يقدم حاجة لنفسه؟ والله هو اللاعب المبتدئ بيبقى لسه جاي، يعني بيبقى المهم ان انت تعرف تخرجه ازاي من الجو اللي هو عايشه، ان هو فاقد الامل في اي حاجة، ان هو راجل عنده بتر دراع او بتر ساق، انت ازاي بتعرف تخرجه من اللي هو فيه دوت الاول، وبعد كده يتعلمه يمشي بالعكاز ازاي، وبعد كده يتعلمه يجري بالعكاز ازاي ويباص بالعكاز ازاي، فدي بتاخد صعوبه جامده جدا، يعني انك انت تعرف تعلم الولد ده ازاي يعرف يجري بالعكاز، لان كتير جدا يا دوب هو بيعرف يمشي بس. فمعظم اللعيبه الجدد اللي بيجولي بيبقوا مش عارفين يمشوا بالعكاز، يا دوب بيحملوا عليه فبيستسهلوا، بيروحوا عاملين اجهزه تعويضيه بتغني عن العكاز، انما هو لما بيجي يلعب كوره عندنا هنا بنجبره ان هو لازم يلعب بالعكاز، لان هي لعبه بالعكاكيز، فطبعا دي بتاخد صعوبه مني في ان انا اعلمه يمشي بالعكاز ازاي وبعد كده يجري بالعكاز ويباص ازاي، الحاجات دي فهي دي اللي فيها مشقه. عندنا لعيب محترف دلوقتي، هل ممكن يبقى عندنا كذا لعيب محترف؟ الحمد لله، والله احنا عندنا لعيبه كويسه جدا جدا جدا، يعني محمود هو كانت البدايه، لانه محمود انا بمرنه وهو عنده تقريبا 10 سنين، يعني هو دلوقتي داخل في حاجه و30 سنه، هو يعني من زمن بعيد قوي وانا بمرنه،
فهو الحمد لله لكل مجتهد نصيب. الولد وصل لمرحله كويسه جدا في المستوى، ربنا كافئه واحترف. احنا عايزين يبقى النظر علينا، احنا افريقيا غازيه الدول الاوروبيه كلها، يعني الدول الافريقيه تنزانيا والكاميرون وكينيا وغانا وزامبيا، كل دول محترفين في الدوريات بره. احنا ليه ما يبقاش عندنا؟ احنا لما رحنا لعبنا البطوله لقينا كل الفرق اللعيبه بتاعتها محترفين، احنا ما كانش عندنا غير لعيب واحد بس. احنا عايزين القاعده توسع عندنا من الانديه علشان يبقى في نظر لينا. ما فكرتوش يا كابتن تعملوا ماتشات وديه خارجيه مع فرق اخرى يعني ومنتخبات اخرى؟ والله ومين هيعملها لنا؟ احنا زي ما انت شايف كده، يعني احنا الناس مشكورين اللي هم اصحاب المكان ده، فتحوا لنا ساعه يعني مش موجوده في حته تانية دي، فاحنا محتاجين دعم من الدكتور اشرف صبحي ان هو يوفر لنا مكان يبقى ده مقر لتدريبنا على طول. هبتدي معاك بالإصرار والعزيمة، بدأت اللعبة دي، كلمني بقى على البداية. البداية كان الكابتن محمود كان منزل على التواصل الاجتماعي ان هو عايز لعيبة يشاركوا في اللعبة. انا ما كنتش متخيل ان في العاب للمبطورين. بعد كده كلمته واتصلت معاه وجيت اتمرنا مع بعض، ولقيت الموضوع مش بس اول مرة هنا في مصر، ده بقاله قديم، وفي في تركيا، في دول افريقية، في كاس افريقيا اللي احنا شاركنا فيه اخر مرة. وبعد كده ابتدينا بقى ننشد الانديه، والحمد لله معانا دلوقتي نادي بيراميدز ونادي المقاولين العرب، وبنشكر كابتن صلاح محسن وكابتن كريم منير وكابتن راجي ان هم قدروا ان هم يتواصلوا معانا ويعملوا لنا فريق المقاولين العرب. طب بعيد عن الكوره، في هوايات اخرى، تمرين، شغل، حاجات تانية بره الكوره؟ انا بلعب الحمد لله في البارالمبيه، وبلعب العاب قوه، والحمد لله بحقق كل سنه الحمد لله مراكز، الحمد لله رب العالمين. بنرحب بيك على تنس بورت. اهلا بيك يا كابتن احمد، واهلا بكل مشاهدينك ومحبينك الاعزاء ومتابعينك. ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون فوق المعجزات بقى النهارده. استمتعت ونمتع احنا بقى المشاهدين والمتابعين النهارده حاجه ممكن مش هنقول غريبه، لا هي حاجه جديده على مصر، ان هي الاول مره بيشوفوا لعيبه بتلعب بساق واحده، برغم ان اللعبه دي موجوده في كل انحاء العالم، لا شامبوز ليج، لا ده كاس عالم، لا دوري ابطال افريقيا، لها كل، بص هي مسابقه او لها دوري زيها زي الاصحاء، زيها زي الاسوياء اصحاب القدمين، لكن الفرق الوحيد ان دول مجموعه من الشباب بيتحدوا ذاتهم قبل تحدي الصعاب، قبل تحدي ظروفهم، بيتحدوا كل شيء. كل واحد فينا كابتن جاي يقول مهما عدى الزمن انا لسه عندي حلم لازم اوصل له. يعني على سبيل المثال انا 43 سنه باجي من المنصوره كل يوم جمعه عشان التموين، لو في ايام تانية غير يوم الجمعه هاجي التموين عشان عندي حلم عايز اوصل له، عايز ان انا البس تيشيرت منتخب مصر. صح ما حصلليش شرف الانضمام لمنتخب مصر في اول فتره، لاني طبعا كان في مستويات افضل، كنت انا لسه حديث عهد بالانضمام للفريق، ولكن ما دام في نفس عندنا امل، عندنا طموح، بنتمنى ان احنا نوصل للغايه اللي هي ارتداء قميص منتخب مصر ان شاء الله. قول لي على مركزك بتلعب ايه؟ هو في الغالب انا يعني لما بلعب مع الاصحاء، كنت بلعب مع الاصحاء قبل انضمامي لفريق المعجزات،
فكنت بلعب قدام طبيعي عادي، دي عشق كرة القدم. انا معلق رياضي اصلا في قناة صدى البلد، بعلق على ماتشات الممتاز به والشباب والرياضة، فانا بعشق كرة القدم فبلعب مع الاصحاب، كنت بلعب قدام. ولكن بعد الانضمام القانون لا يسمح لي ان انا العب قدام او اعدي حتى منطقة الجزاء، بيبقى فيها مخالفة قد تستوكب بطرد للحارس، فانا حارس مرمى في فريق المعجزات، انا حارس مرمى او لاصحاب منتخب، لاصحاب الساق الواحدة حارس مرمى. طيب مين بقى لاعبك المفضل والنادي المفضل اللي بتشجعه؟ والله هنقول النادي المفضل، ممكن برضو بحكم ان احنا في مجال الاعلام ناس تزعل مننا، ولكن انا كل نادي يلعب كره حلوه انا بشجعه. انا اهلاوي بس مش متعصب، اهلاوي مش متعصب. يعني الزمالك لما بيلعب فيه ناس اصحابي احب الزمالك يغلب. الاسماعيلي امبارح فرحت جدا جدا ان الاسماعيلي خلاص باقر في الدوري الممتاز بصفه رسميه، عشان الصنبه الاسماعيليه بغض النظر عن وجود بعض اللعيبه امثال محمد فوزي، امثال مدحت فقوسه، باجر محمد، دول اصحابي شخصيا. فالانتمائك لنادي معين بيرجع لعده اعتبارات، انت بتحب النادي ده ليه؟ هل هو من وجدانك انت؟ يبقى النادي الاهلي. لاسباب تانية، عشان اصدقائك، عشان حد يمثلك بصفه ان هو يكون بينتمي للنادي ده، دي اعتبارات تانية. فبطبيعه الحال اهلاوي يعني. اهلا بيك في تين سبورت. انا بصراحه مبسوط جدا ان انا شايف نموذج صغير كده ونموذج حي للعيب المصري والاراده المصريه وتحدي الاعاقه والاصابه والحاجات دي كلها. بدات الكوره، لعبت الكوره امتى، ومين اللي قال لك تيجي تنضم؟ خالي قال لي تعالى العب كوره، وسمعت كلامه وجيت العب مع كابتن محمود. طب وانت رايك ايه في الاجواء واللعبه وزمايلك اللعيبه؟ والله حلو قوي. حبيت الجو يعني؟ الحمد لله. طيب وانت نفسك تلعب فين، ونفسك تحترف، ولا نفسك ايه طموحاتك؟ نفسي العب في نادي الاهلي، نفسي اطلع زي محمد صلاح. كلمنا اكتر على البدايه في اليوتيوب وان انت الاجواء والتيك توك والحاجات دي. انا بدات في السوشيال ميديا، كانت انا تيك توك، تمام. دلوقتي عندي 1,000,000 متابع على تيك توك، وخلاص فاضل 50,000 سبسكرايب واكون 1,000,000 على اليوتيوب، تمام. وبدات ان انا اهتم بالسوشيال ميديا من بدايتي في فريق المعجزات، لان بدايتنا في فريق المعجزات كانت عباره عن السوشيال ميديا، اهم ارتكازاتنا كانت على السوشيال ميديا. فبدات ان انا اطور من نفسي واهتم بالسوشيال ميديا، ودخلت التيك توك وحققت عدد متابعين كويسين، واهتميت بالكره اهم من السوشيال ميديا. يعني كانت بدايتي او اهم حاجه في اولوياتي كلها كره القدم، وبشتغل على نفسي دايما. طيب انت بدات اللعبه من امتى، ودخلت فكره ان انت تبتديها ازاي؟ وكلمنا اكتر على البدايه. البدايه كانت ان انا كنت في ثانويه عامه، تمام. مع بدايه الثانويه العامه انا كنت بقالي بالظبط سنه ونص عامل حادثه، كنت حادثه قطر، تمام. فانا بدايتي كانت عباره عن ان انا يائس، فان انا بدات ان انا قلت لازم استمر، مفيش حاجه اسمها يأس في الحياه، تمام. بدات معايا الاراده والعزيمه، وبدات ان انا اخرج للشارع، بدات ان انا اشتغل على نفسي، ما اقعدش في البيت واقول ان انا مش زي حد ولا حصل لي ده. بدات ان انا اشتغل على نفسي، وبدات ان انا اخرج للمجتمع، تمام. بدات عرفت عن الفريق، كان في واحد في فريق اسمه محمود، يعني حارس مرمى، تمام. وكان هو عارف الفريق عن طريق كابتن محمود عبده بصوره الشقلباز وكده، تمام. هو كان الفريق بقاله سنه، انا ما كنتش اعرف عن الفريق، فهو لما قال لي انا ما ترددتش لحظه ان انا اجي الفريق واسجل فيه واكون واحد من فريق المعجزات. ودلوقتي الحمد لله بدعم الكابتن محمود والكابتن سيف والكابتن عبد الله، بقيت واحد في نادي المقاولين، لاعب في نادي المقاولين. ممكن تستغل المليون متابع بتاعك على التيك توك وان انت تدعمهم ان هم يجوا مثلا يشجعوا ويبتدوا ان هم يدعموا الفرقه؟ هو بالفعل الناس متابعاني على التيك توك واليوتيوب بسبب ان انا بلعب كوره وعندي اراده، وان انا ما عنديش حاجه اسمها ياس بسبب الكوره. وكابتن محمود كان دعمه كبير ليا في حياتي ان انا استمر في كره القدم. انا بشكرك جدا وبتمنى لك توفيق ان شاء الله. في حاجه بس انا بتمناها، انا بتمنى ان يبقى في دوري، تمام، ونادي الاهلي ونادي الزمالك يعملوا فرق ونبدا الدوري،
وشكرا لمعالي وزير الرياضه والشباب معالي وزير الشباب والرياضه ان هو مهتم بالفريق بتاعنا وبيدعمنا دايما، وبتمنى نادي الاهلي ونادي الزمالك يعملوا فرق ونبدا الدوري.